تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد مع حضرتكم وبرنامج حقوق مشروع. برنامج حقوق مشروع كما تعودنا فيه مشاهدينا الكرام نناقش ونحلل ونقترب أكثر من أهم وأجر القضايا المطروحة على الصحة المصرية والعربية. بعد قليل هيكون معنا سعادة المستشار ماجد صلاح الرئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، وهيكون أيضا معنا قامة قانونية محترمة سعادة المستشار دكتور حسين حمودة المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. طبعا حضراتكم اكيد عرفتوا موضوع حلقه النهارده هيكون ايه. موضوع حلقه النهارده بالتحديد هيكون عن قانون الايجارات القديم وطبعا الجديد اللي ما له طبعا من الحقيقه عاوز اقول خناقات على السوشيال ميديا، ويمكن مجرد ما تم التنويه من مؤسسه امبارح او امبارح المؤسسه طبعا نشرت بميعاد الحلقه، لقيت بامانه يعني صراعات كتيره جدا بين بعض الملاك وبعض المستأجرين أو الكثير والكثير، لدرجة بعض منهم دخل على الصفحات الخاصة، وأنا طبعا أكون لهم تحديدا كل تقدير واحترام، وبقول إحنا هدفنا الصالح العام، مش هدفنا فقط الملاك ولا هدفنا فقط المستأجرين، إحنا هدفنا نحل المشكلة. لأن بالمناسبة المشكلة لو إحنا 10 مليون شقة مغلقة، ده تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وقلت الكلام ده في العديد من الحلقات وفي العديد من القنوات. وبالمناسبة لو اتحلت مشكلة 10 مليون شقة وأكتر، أعتقد إحنا كده بنحل مشكلة الكتير من الشباب، لأن النهاردة حضراتكم عارفين الإيجارات وصلت من 2000 3000 4000 5000 طبعا قل أو كثر في العديد من المناطق. يعني أحد الشباب بيقول لي أنا يعني أنا خريج كلية طبيب، أروح فين؟ أسكن فين؟ فإيجارات النهاردة وأنا مرتبي كام عشان أخد شقة ب 4000 جنيه؟ يعني طليق بيا كطبيب. حد تاني والله شاب محترم خريج حديث يقول لي انا مش عارف الاقي شقه، انا فوجئت بالاسعار الايجارات، وطبعا القانون الجديد سنه سنتين بكتير، طب انا كل شويه هنقل بقى العفش بتاعي ولا ايه؟ لكن نرجع للاساس زي ما قلت لحضراتكم، لو حلينا مشكله الملاك اللي عندهم يعني اصحاب املاك والشقه ب 10 جنيه وايجارها و 4 جنيه و 5 جنيه قل او كثر في العديد من المناطق، يعني عندنا في المعادي في الزمالك في المهندسين في مصر الجديده في ارقى المناطق مشاهدينا الكرام وحضراتكم طبعا متابعين، مين يرضى بده؟ مين يقول ده؟ ولما اتكلمنا حتى مع علماء في الازهر الشريف اعتقد راي الدين هنا كان واضح، المفروض كل حاجه وده مش رايي ده راي العديد من قامات الازهر الشريف، قال المفروض كل حاجه تثمن بسعرها، يعني بتبقى سعر النهارده، حضرتك النهارده الشقه دي تقدر بكذا يبقى سعر النهارده. حاجة تانية أصحاب الأملاك بيقولوا والله كتير من الرسالات بيجيلنا يقولوا إحنا مش لاقيين الحقيقة مكان نجوز فيه أولادنا. يعني رسالة جات لي في قبل كده وأنا بنوه البرنامج بيقول لي طبعا أنا عندي بيت ملك، البيت ده لا يقل عن 10-12 شقة، بيقول لي تخيل إبراهيم، بيقول لي تحديدا تخيل إن أنا ابني مش لاقي له مكان أجوزه فيه، وأنا العمارة كلها بلم منها مثلا لا يزيد عن 150 جنيه، برج محترم في أرقى المناطق عشان إيجاره ب 13 جنيه، بيقول لي بلم تحديدا 150 جنيه 200 جنيه ده إيجار عمارة سكنية بالكامل. فطبعا ده ما يرضيش حد. احنا يمكن الدورة البرلمانية اللي فاتت ويمكن اتصلت بالكثير من السادة أعضاء البرلمان المصري في الدورة البرلمانية المنصرمة اللي عدت، ويمكن كانوا وعدوا إن هم هيناقشوا هذا القانون، لكن للأسف الدورة البرلمانية انتهت ولم يناقش قانون الإيجارات القديم. طب لصالح مين؟ اتصلت تاني ببعض البرلمانيين ووعدوا ان هيكون في نقاش ونقاش جدي في الدورة البرلمانية الحالية، وده اللي نتمناه. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام عشان كده هبدأ بحضركم بجولة من الأخبار المهمة جدا المتعلقة بهذا الموضوع، واللي بتؤكد ان في فعلا يعني محاولة جدية من البرلمان المصري في دورته المنعقدة الحالية ان يكون في مناقشة جدية لقانون الإيجارات، وقلنا للصالح العام مش لصالح حد. وبالمناسبة الناس الأفاضل اللي دخلوا على صفحتي وقالوا لا احنا في فلان الفلاني هو محامي المستأجرين لازم يتكلم، قلت لهم بعبارة كده واضحة الهواء موجود ومفتوح للجميع، أسعد بكل الاتصالات والمدخلات في هذا الموضوع لحين وصول طبعا سعادة المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان والمستشار دكتور حسين حمودة المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. خبر معانا بيقول مقترح جديد في البرلمان يعيد التساؤل، الإيجارات القديمة تحرير أم زيادة، أيهما أفضل للحسم؟ هنعلق على الخبر ده بس ناخد هذا الاتصال. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي أستاذة منى. أهلا بحضرتك،
سمحت يا استاذ. اتفضلي. ممكن يكون الموضوع بتاعي بعيد عن الحاجه شويه، معلش يعني، انا اسفه في المكالمه. سريعا ابني معاق، ايوه، وكنا عايزين له شقه نقدمها بتاع معاقين. طيب. فقالوا لا، القاصر ملوش شقه. طيب. طب ملوش شقه ازاي؟ هستأذن سعادتك، ارقام المؤسسه القوميه لحقوق الانسان ظهر على الشاشه، تمام؟ عشان نبقى يعني احنا بنرامي حقوق مشروعه، هنتواصل مع حضرتك بعد البرنامج، ورجاء من الاساتذه في الكنترول ياخدوا رقم حضرتك في الكنترول، والله باذن الله لا هتصل بحضرتك لو سابوا لي رقم وسبتي لي رقم في الكنترول، والله هتواصل معاكي بنفسك. الله يبارك لك يا رب يسترك. وعد والله مني، انا جاهله شويه ومش متعلمه. لا وباذن الله مش عايزه اسيب حد يجني. وفري كلامك وعد مننا والمؤسسه القوميه، والمستشار ماجد صلاح هيكلم حضرتك باذن الله بعد الهواء ان شاء الله. وعد مننا بامانه. سيب بس رقمك في الكنترول. ألف مليون شكر. اشكرك. ربنا يوفقكم يا رب. ربنا معاك، والف الف سلامه. الف سلامه. طبعا بالمناسبه يمكن حضراتكم الساده المشاهدين، احنا برنامج حقوق مشروعه المؤسسه القوميه لحقوق الانسان بامانه، ودي بقولها صريحه مدويه بصفه طبعا مستشار اعلامي في المؤسسه، عاوز اقول لحضراتكم ان هي لا تألو جهدا، والمستشار ماجد صلاح لا يألو جهدا ان بيجوب اروقه الجمهوريه من صعيد مصر لاسكندريه لاسوان على اساس انه يحاول حل الكثير من مشاكل، ويمكن فقره هموم الناس اللي كنت دايما بقدمها في برنامج حقوق مشروعه في العديد من القنوات مع المستشار ماجد صلاح، يمكن بفضل الله تمكننا حل الكثير من المشاكل. طب ناخد استاذ محمد من دمياط. اهلا وسهلا استاذ محمد. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. احنا بنشكر اهتمام حضرتك والقناه على قانون الايجار القديم، لان ده قانون عفى عليه الزمن وقانون بهبالي ورص، وقانون عامل ازمه حاليه، لان الشقق اللي سعادتك قلت عليها 10 مليون شقه مغلقه، لو نزل السوق العقاري هيخلوا سعر الايجار والتمليك في الارض. صحيح. وهيفكوا الازمه والمشكله. طيب تمام. احنا دلوقتي سعادتك مع احترامي للاقتراحات اللي بتطرح، هو في برضه من ضمن الاقتراحات اقتراح مهم جدا. اتفضل. تحرير العلاقه الايجاريه في عده حالات. بمعنى حاله الشقق المغلقه، احرر شقه مقفوله بقى لها 3 سنين غير مستغله. يبقى صاحبها مش عايزها، مش محتاجها، يبقى انا احرر العلاقه وترجع للمالك. تمام. اخد بال سعادتك؟ في حاله ان المستاجر يمتلك عقار اخر او يمتلك قدره ماليه، احرر العلاقه معاه. مظبوط. في حاله المحلات التجاريه والعيادات الطبيه، ما دي حاجه بتقدم خدمه بسعر اليوم. مظبوط. مش خدمه مدعمه. صحيح. ليه ادي الدكتور عياده ايجارها 10 جنيهات وهو كشفه 300 جنيه و400 جنيه. صحيح، كلام مظبوط. فده تحرير العلاقه فورا. لكن انا يعني الناس اللي بتقول ندي فتره انتقاليه وفتره انتقاليه، هتدي فتره انتقاليه للراجل اللي قافل الشقه؟ هتدي فتره انتقاليه لعياده الدكتور كشف 500 جنيه؟ هتدي فتره انتقاليه لواحد يمتلك عقار اخر وقدره ماليه قاعد؟ رأي محترم جدا يا استاذ محمد، بحييك عليه. ويمكن طبعا قلنا في العديد من الحلقات، وده رأي بالمناسبه بعض القانونيين، ويمكن حكمت المحكمه في العدو، وهنتكلم فيه مع الدكتور حسين حموده ومستشار ماجد صلاح بعد قليل باذن الله، ان في احكام كده قضائيه. شكرا ليك يا استاذ محمد، اشكرك. في احكام قضائيه فعلا، اذا كان هناك طبعا راجل يعني مقتدر وعنده بيت 3 ادوار، يمكن ده اعتقد يعني المفروض قانونا ان صاحب الملك بيحرر العلاقه وبالتالي شكرا ويسيب العين بتاعته. دي من ضمن الحالات. بمناسبة مش عاوز بس اقول كل الحالات لان فيها احكام قضائية وقانونية هنتكلم فيها بعد قليل مع ضيوفنا الكرام، المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسة القومية لحقوق الانسان، والمستشار دكتور حسين حمودة المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا. طيب استاذ محمد منصور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبين. وساعتك طيب وبخير، اهلا بيك. انا هتكلم في موضوع بس الايجار في نقطتين بس صغيرين وببساطه. يعني انا عندي بيت وفي 2 عندي في البيت قافلين الشقه، واحد بقى له 20 سنه وواحد عنده بقى له 2 سنين. مأجرين بكام يا استاذ محمد؟ مأجرين بكام؟ واحد مأجر ب 4.5 جنيه والثاني مأجر ب 15 جنيه في ارقى اماكن المنصوره. 4.5 جنيه 15 جنيه 4.5 جنيه واحد 15 جنيه وبيسوموني كل واحد عايز 200-300 ألف وعندهم املاك وارصده واموال وعقارات يعني كتير جدا. تمام. يعني مش عايز اقول لك معديه ال 50-60 مليون جنيه، وبالرغم من كده طمعانين ومش عايزين يطلعوا، يعني مش عايزين يسيبوا الشقه علشان ياخدوا فلوس. استاذ محمد، الشقه ب 4.5 جنيه، اسمح لي ايجارها كام تحديدا دلوقتي؟ دلوقتي في
المنطقة اللي احنا فيها ده هي أيوة. ألف ونص تمام. والتانية تعدي 2000 جنيه. طيب انت لجأت للقضاء ولا ما لجأتش؟ لا اصل انا هلجأ للقضاء قضيتي خسرانة، هيقول القانون معايا. اسمعني يعني معنى انت هل لو ثبت يا استاذ محمد ان هو عنده عمارة وزي انت بتقول عندهم عقارات وحاجات ب 50 مليون جنيه، عقارات واموال وكل حاجة وكاتبينها باسم ولادهم وزوجاتهم ومرضات ولادهم علشان ما يخلوش اي حاجة باساميهم؟ باسم ولادهم. متأكد من ده؟ انت متأكد من ده؟ ايوه ده انا بقالي سنين بدفع عليهم وادور وجبت كل حاجة بالنيابة، يعني جبت كل حاجة عندهم. تمام. تاني حاجه، ليه بعد اذن حضرتك ليه ما يتعملش اقرار ذمه ماليه ونعرف الغني من الفقير؟ احنا مش عايزين نطلع والله العظيم ثلاثه، لو الراجل دوت محتاج احنا هنساعده، احنا مش هناخد منه ايجار. ليه ما يتعملش اقرار ذمه ماليه حضرتك؟ ليه؟ تمام. شكرا يا فندم، رأي محترم. اشكرك استاذ محمد المنصوره. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. طبعا بنسعد باراء حضراتكم، لان في الاخر احنا بالمناسبه الحلقه في برنامج حقوق مشروعه. شكرا ليك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا ليك. هو الهدف من وجود طبعا حضراتكم ده الاساس، انتم بطل الحلقه الحقيقي. طبعا عاوز اقول لان ارائكم ديت احنا بنرسلها هذه الحلقه ل طبعا المعنيين والبرلمانيين، ويمكن بعد الحلقه المستشار ماجد صلاح لا يقلوا جهدا ان بيخاطب بعدها، بعد الحلقه حقوق مشروعه بيخاطب بعدها الكثير من البرلمانيين واعضاء البرلمان المصري عشان يشوف راي الناس، وراي الناس هو اللي يهمنا. وراي حضراتكم بالمناسبه هو بطل الحلقه، هو بطل حقيقي، لان زي ما قلت لحضراتكم احنا مش عاوزين إثارة لقضية، يعني مش عاوزين نوصل فيها لحائط سد، احنا عاوزين نصل لحل. والحل هنا ما بشوف بجد ما بقعد مع ناس أصحاب ملاك، طبعا بعض الناس تقولك لا ده كذبوا زمان، رأي ده بسمعه، دول كذبوا زمان. طب ما هو حضرتك يعني الحق أحق أن يتبع، ده حضرتك صاحب ملك ومتهيألي ليه الحق إن هو يسترد شقته، أو على الأقل يبقى فيه زيادة مقنعة. احنا مش مع طرد حد طبعا بالمناسبة، بس يبقى فيه زيادة مقنعة ترضي الطرفين. طيب خبر تاني من اليوم السابع بيقول: استمرارا للأحكام الخاصة بالإيجار القديم، حكم نهائي بانتهاء عقد إيجار والإخلاء لشخصية اعتبارية. وطبعا موضوع الشخصيات الاعتبارية ده كان حصل فيه جدل كبير، بعض الناس بتقول طبعا يعني هم بيعرقلوا القانون، هذه الشخصيات الاعتبارية طبعا فيها أسماء كبيرة وبالتالي دقيل الحقيقة في بعض الأخبار وتداول الفترة الأخيرة، وبالتالي بيحاولوا يعرقلوا القانون. لكن بقول لأ، من صدقش الإشاعات، إحنا دولة قانون، وبالتالي اهو ده الحكم لشخصية اعتبارية، يبقى الموضوع ما فيش حد فوق القانون. وفي نفس الوقت ايضا تكملة الخبر بيقول: الحكم جاء تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون. بمعنى تاني بأكد لحضراتكم ما حدش فوق القانون. طيب خبر تاني بيقول، وفي اليوم السابع ايضا: يهم الملاك والمستأجرين حكم قضائي بطرد مستأجر ايجار قديم. ليه بقى حضراتكم؟ لعدم سداده فواتير المياه. للدرجات دي؟ للدرجات دي. خلي بال حضراتكم الموضوع مش يعني بلطجة ومش عنترية ان انا مش دافع واروح اخبط دماغ في الحيطة، لا طبعا، حصل ان تم طرده بسبب عدم سداده فواتير المية. والمية اللي هي ايه؟ المية طبعا حضراتكم عارفين مية العمارة اللي هم ساكنين فيها، ما دفعش سعادته، فبالتالي تم تحرير محضر في الاسم ووصل للنيابة للقضاء وتم طرد هذا الساكن. المحكمة تلزم المؤجر بسداد مبلغ 1163 جنيه قبل مغادرة الشقة، ده عشان يعني مش هيمشي بس، لأ ده يدفع اللي عليه، فاهمين حضراتكم؟ دفع اللي عليه الأول وبعدين تم طرده. الحيثيات: أموال المرافق على المستأجر طبقا لعقود الإيجار، ودي نقطة بقولها مهمة جدا 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 لبعض الناس اللي هم مش بيدفعوا المية وديت او بنسميها الخدمات بتاعت العمارة، ودي مهمة جدا. طيب ايضا هام لملايين الملاك والمستأجرين الاستئناف تقرر مبدأ مهم في معنى عقد الايجار المؤبد. الحيثيات عبارة مدة بقاء العقار، طبعا في ناس بتكتب كده ان احنا بنكتب عقد ايجار، انا مثلا راجل مستأجر مع صاحب الملك بنكتب العقد بين يعني بيننا وبين بعض، وبنكتب فيه كده شرط لمدة بقاء العقار، وده شرط طبعا مجحف. طب ناخد استاذ ناصر من الغربية. اهلا وسهلا يا استاذ ناصر. اهلا بيك يا فندم. اتفضل حضرتك. انا عندي، اهلا بيك يا فندم، انا عندي بيت حضرتك دورين. ايوه. جاله قرار يزيل سطح الارض. ايوه معاك. المستأجر قفل الشقة وهو عنده بيت اساسا بتاعه ملكه مش عارف في بيت ياما. راح اتظلم علشان هو عايز يساومني، فجاله قرار التظلم
ازاله الدور الكامل اللي هو بتاع المالك نفسه. ايوه. طب انت كقانون مثلا شغال هتروح تضغط المالك وتقعد المستاجر اللي هو مش قاعد، هو اديك كله دورين. وانا جبت ازاله سطح الارض، جاله ازاله سطح الارض، هو راح اتظلم عشان يساومني على البيت. واواضح حضرتك شغاله بقى. طيب. والبيت عدى عليه 100 سنه، يعني البيت قديم جدا والسلم بتاعته انهارت كلها. تمام. طيب رايك ايه في الموضوع يا استاذ ناصر تحديدا؟ الحل ايه في الموضوع ده؟ الحل حضرتك ان اشوف مجلس الشعب اللي هو المفروض يتكلم عننا، هو اللي يتكلم، هو اللي يحل المشكله دي. وعشان كده مقفوله بقالها سنين. تمام. والبيت كله انا مش مستمتع بيه لان السلم بتاعتي انا اللي بتقدم الدور الثاني وقع. تمام. وكان قرار ازاله، طب ده مين اللي طلعه؟ ما هو مش قاعد اساسا. ايوه. وبيروح يدفع 2 جنيه ونص ايجار في المحكمه. 2 جنيه ونص؟ 2 جنيه ونص في الشهر. مأجر بقاله قد ايه يا استاذ ناصر؟ ده قاعد مكان ابوه، ابوه متوفي وقاعد مكان ابوه. الكلام ده من سنه 58. من سنه 58؟ اه. يعني اتجوز وقعد مع والده في البيت. لا، ما هو والده توفى، وهو والده قبل ما يتوفى بنى بيت تاني 4 ادوار بتاعه. تمام. الابن بقى سيطر على الشقه على اساس ان هو عايز يعني طمعان في البيت بتاعنا احنا. وقعد فيه واتجوز فيه؟ ما اتجوزش فيه، ده هو متجوز في بيت ابوه، وابوه عنده بيت 4 ادوار. طيب، يعني بيت 4 ادوار المفروض ادبيا حتى يعني يبقى فيه ادبيا. اتفضل معاك. ما حضرتك هو طمعان في البيت بتاعي انا اللي هو دورين وواقع، وجاله قرار ازاله. انت طبعا الشقه بتاعته مقفوله على الفاضي. طيب عموما وضح يعني وجهه نظرك يا استاذ ناصر، شكرا جزيلا لاتصالك. طبعا ادي مثال معانا مشاهدينا الكرام، وده ايضا مثال بنرسله لحكومه السيد محترم الدكتور مصطفى مدبولي، وايضا البرلمان المصري، الساده الموقرين اعضاء البرلمان. اعتقد ده صوت الناس، وده احنا طبعا فاتحين الهواء للجميع. بقول لك تاني واكد للناس اللي كانوا باعتين رسائل على صفحتي، رسائل يعني لا حصر لها، وعلى صفحه الرسميه لمؤسسه قوميه لحقوق الانسان. طبعا ظن منهم ان احنا مع حد ضد حد، والله احنا فاتحين الهواء اي حد. نسعد جدا بكل الاتصالات وبكل الاراء. ده مثل اخر، ايجار 2 جنيه ونص من 58. وهنا طبعا الاستاذ الافندي قعد مع والده، طبعا يعني بيت بقى ببلاش، يعني رغم ان هو عنده بيت 4 ادوار. واعتقد هنا كان في حكم قضائي يلزم اذا كان في مبنى 3 ادوار، وده تناقشنا فيه، ويمكن ده كان رأي استفدت منه الدكتور حسين حمودة المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا، اللي هيكون معانا بعد قليل إن شاء الله بإذن الله، قاله لي في العديد من الحلقات، ويمكن هو اللي مؤلف قانوني بالمناسبة عن موضوع القضاء، موضوع الإيجار القديم، ويمكن هنتكلم فيه بعد. طيب، بمناسبة فاصل قصير، وهيكون معانا المستشار ماجد صلاح والدكتور حسين حمودة. فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وانضم الينا الى الهواء الان حقوق مشروعه ساعه المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسه القوميه لحقوق الانسان. اهلا استاذ ساعه المستشار. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا. ومعنا ايضا السيد محترم ساعه المستشار دكتور حسين حموده المحامي بالنقد والاداريه والدستوريه العليا. اهلا استاذ ساعه المستشار. اهلا بك ابراهيم، منورنا. الله يخليك. طبعا بالمناسبه في الفقره الاولى يعني كثير من الاتصالات حضرتك شفت ساعه المستشار، ال 2 جنيه ونص طبعا ايجار ومش عارف يعمل ايه، اللي عنده بيت 4 ادوار و5 ادوار. اتصال تالت بيقول لي او رابع بيقول لي احنا عنده 50 مليون جنيه رصيده وعنده املاك ومش عاوز يسيب الشقه بتاعتي لانها مثلا ايجارها 13 جنيه. المستاجر بالظبط.
النهاردة الإيجار القديم المستأجر بقى بيتعامل مع الوحدة اللي هو مستأجرها المؤجرة على إنها صفقة. أنا دلوقتي الوحدة دي لو أنا سبتها له المالك أنا مش محتاجة بس هسيبها له هيبيعها ب 400,000 جنيه. صحيح. لكن وأنا قاعد فيها مش هتجيب له غير 200. الـ200 دي من حقي أنا أسيبها له بس أخد الـ200. بقوا بيتعاملوا بهذا المنطق وللأسف الكبير يعني ما كانش لما سكن على هذا المنطق وسكن على إنه مستأجر بينتفع بالمكان وبيدفع قيمة إيجارية كانت وقتها مناسبة لهذا الانتفاع، إنما دلوقتي يسيبها ليه؟ هو قافلها لأنه ما بيدفعش فيها حاجة، وده اللي إحنا بنتكلم فيه، عوارض والشبهات اللي موجودة في قانون الإيجار القديم في محورين، محور المدة المؤبدة اللي ملهاش نهاية وعلى حساب المالك، ومحور الأجرة الغير مناسبة أبدا للوحدة المؤجرة وبرضه بيتحملها المالك، يعني المالك بيتحمل الشقين من الفاتورة وبيدفعهم بالكامل، المستأجر ما بيتحملش حاجة. تمام. ساعات المستشار يمكن دكتور حسين حمودة، بعض المتصلين بيتصلوا ده في استنساخ كوبي بيست من نفس القصة، بيقول أنا عملت تحريات عنه وللاسف الشديد ما خدش حقه ولا بطل وعنده عماره 4 ادوار، حد تاني بيقول له عنده ملايين لا يقل عن 50 مليون. طب مشيت في الاجراءات القانونيه؟ مشيت في الاجراءات القانونيه، وطبعا يعني استفدت من ساعتك في احدى الحلقات حضرتك قلت قبل كده ان لو عنده بيت كان 3 ادوار، عقار مكون من اكتر من 3 ادوار، المفروض بس الحكم المفروض هنا يرفع دعوه، المالك هنا يرفع دعوه وتقضي فيها المحكمه بطرد المستاجر لوجود في ذات المكان او في ذات المدينه عقار مكون من اكثر من 3 طوابق، هو اللي بناه وهو اللي بيتفع بيه، يكون مخصص لاغراض السكن. تمام. هل بسهوله يقدر يثبت ده يا دكتور؟ طبعا بسهوله. اولا في عقارات بتكون مسجله فبيبقى الامر سهل جدا، في ان ما كانش العقار مسجل فالمحكمه بتحيل الدعوه لمكتب الخبراء، بيطلع وبيعاين وبيشوف الاوراق وبيسال الجيران الملاصقين، يعني في اليات كتيره لاثبات هذه الدعاوى. بس المستاجر البسيط ممكن ما يعرفش يثبت ده بدليل انهم بيشتكوا بيقول لك احنا فلان عنده كذا مليون، فلان عنده ساكن في الرحاب وساكن في التجمع وعنده عماره في فيصل وبتاع، وفي نفس الوقت لسه قافل الشقه اللي هي، وبعدين هنروح بعيد ليه؟ في كبار رجال الاعمال اللي معروفين زي الاعلام في مصر، في مسؤولين كبار في الدوله، في ذوي المناصب الكبيره، دول ما تقوليش مش قادرين يدفعوا ايجار جديد وما زالوا محتفظين بالوحدات دي. لا وحاجه كمان، بالعكس المستاجرين احيانا بيستقوا بهؤلاء الكبار. تمام. طب ناخد محمد المنيا. استاذ محمد المنيا اهلا وسهلا. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل. منورين دينا عند مجلس القضاء. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا. وما زلنا وسنظل حتى تحل المشكله يا استاذ محمد. والله تمام. وكان برضه بالنسبه للمؤسسه بشكل مطلق ومنصفش محموده، كتاب اللي هو قانون الاقامه القديم وكميه التغيير، يعني القانون نفسه نزل يعني خلاص كده على كفايه. وله سبق طبعا سعاده المستشار ماجد صلاح والمؤسسه في مناقشه هذا الموضوع من زمان وعلى عديد من القنوات. ساعة المستشار دي ساعات. أستاذ محمد أنت شايف القانون إزاي، أو مشروع قانون مقترح من المؤسسة القومية لحقوق الإنسان والمشروع الانتقالي اللي احنا عرضناه كمحامي وراجل قانون، أنت شايف القانون ده إزاي؟ هو المفروض أن يعني صاحب العقار نفسه يعني كأنه مليونير مع إيقاف التنفيذ، يعني مثلا عنده عقار في 5 شقق أو 6 شقق بياخد منهم مثلا 10 جنيه أو 20 جنيه في دلوقتي ده برضه مش العقار، ممكن يكون في مكان مميز. هو على الورق بس، على الورق بيمتلك. لا هو يعني مليونير مع ايقاف التنفيذ يعني. تمام يعني تمام. هو مليونير بس ما يملكش كده. مظبوط مظبوط. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. شكرا جزيلا، اشكرك. بالمناسبه يا دكتور ابراهيم، احنا لما حاولنا نصل الى نهايه او لصيغه نهائيه في مقترح القانون اللي قدمته المؤسسه. ايوه. مقترح محترم جدا جدا، معتدل جدا، قابل للتنفيذ. في 24 ساعه نقدر نقول انت هتدفع كام وانت هتاخد كام وانت هتمشي امتى وانت كل حاجه واضحه جدا من الصيغه. مشاهدينا الكرام، اتمنى طبعا يعني سعاده المستشار هيقول لنا وجوده
مقترح القانون الانتقالي للإيجارات القديمة ساعة المستشار. هو أنا عايز أقول في الأول أن أنا كنت تقدمت أو اقترحت مقترح كان طيب. يمكن أكثر تشددا من كده، لكن دكتور حسين كان عارضني وقال لي نزود المدة. يعني الدكتور حسين في الحقيقة في معظم بنود المقترح طبعا. كان بيتكلم باسم المستأجرين أكثر من طيب. اسم ملاك. تمام، اتفضل دكتور. الدكتور حسين عايز أرجع لساعتك في النقطة ديت، بس ناخد الأستاذ إسلام من الجيزة. أهلا وسهلا أستاذ إسلام. أهلا وسهلا، اتفضل. دلوقتي انا عندي بيت قديم، ايوه، سكان واحد بيلف اشترى شقه في فيصل، تمام، وجاب كل بنته وبنته يقعدوا في الشقه، تمام، وانا راجل عندي 22 سنه بجيش وعايز ابلع عشان اتجوز، مش عارف اقعد البيت كله بيت على ميه ولا نور، وبيمطوا عندي في الايجار كمان، يعني هما بيمطوا في الايجار. طيب يعني ايجاره كام يا استاذ محمد؟ ايجاره كام؟ الايجار كام؟ يعني اللي في واحد بنته، لا الايجار كام؟ الايجار كام؟ القيمه الايجاريه بتدفع، بيدفع لك كام او مفروض يدفع لك كام؟ هو لا يعني وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون بس. هو في واحد بيدفع 50 جنيه ما بيدفعهاش يا فندم، ماشي ماشي 50، والتاني التاني التاني كام؟ إيه؟ الايجار بتاع التاني كام؟ اللي هو ده بيدفع 100 جنيه. طيب 150 و100. شكرا ليك، شكرا ليك. تمام، شكرا ليك، رسالتك وصلت يا استاذ اسلام، شكرا جزيلا. في ضوء الارقام دي دكتور حسين يقول لنا برضو بالنسبه للسكن اللي هو البند الاول من الايجارات، حضرتك اقترحته ازاي وعلى اساس؟ يعني لو تذكر انا كنت بقول مده سنه واحده بس وننهي ونحرر العقود كلها، ده كان وجهه نظري في الاول، وحضرتك أصريت وتمسكت أن تكون 3 سنين أو 5 سنين بحد أقصى 5 سنين. برضو أشرح ده للسادة المستمعين لأن فيهم ملاك وفيهم مستأجرين، لأن البعض بيعتقد أن المؤسسة ما كانتش يعني منصفة للمستأجرين كفاية. وضح لهم يعني هو بس بداية، احنا بس عايزين السادة المشاهدين يعرفوا أن القانون ده احنا لما حبينا نضع مقترح بقانون، احنا زي ورشة عمل حاولنا فيها بقدر المستطاع يكون يعني في رؤية للمالك وفي رؤية للمستأجر. لو تشوفونا واحنا كنا بنتكلم مع بعضينا هتتصوروا ان احنا كل واحد بيتبنى فكرة معينة، احنا بتبناش فكرة، لكن احنا كنا بنضع نفسنا امام الطرف الاخر او مكان الطرف الاخر علشان نطلع قانون فيه حيادية. لما نرجع لتعريف القانون بشكل اكاديمي كده، هو قواعد عامة مجردة تخاطب الكافة، يعني انا ما بنحس لو في انحياز في القانون ما بقاش قانون. تمام. يبقى كده في جور وشي في يعني مظلمة لاحد اطراف العقد. لكن احنا بالنسبة لنا هنا في المؤسسة احنا تبنينا وجهتي النظر. انا كنت دايما يعني لما شايف ماجد بيه متحمس جدا للمالك لانه هو مظلوم فعلا، راجل ليه 50 و60 سنة بيتقاضى ملاليم، فطبيعي فعلا انا شخصيا متضايق لكده، واي حد بيعمل في الحق القانوني متضايق لكده. لكن لما لقيت ماجد بيه متبني الامر بشكل يعني قوي جدا في كل البرامج واللقاءات بتاعته والجولات الميدانية، انا خدت زي المذيع كده بكون منصف، فبياخد دور الفرد الغائب يعني، فانا كنت زي ما اكون الشخص الغائب انا قاعد مكانه. طب يا ماجد بيه بلاش الجزئيه دي، بلاش دي، بلاش دي، عشان نطلع في النهايه بقانون يكون فيه اعتدال ويخدم مصلحه المجتمع كله مش فئه معينه. وحضراتكم لو قريتوا مشروع القانون معمول فيه مجهود، وكنا كل نقطه بنرجع فيها لبعض، انا ارجع لماجد بيه يقول لي لا صلح دي، بلاش دي، حط حاجه تانية عشان تتناسب، انا محتك بالمجتمع اكتر، انت محتك بالقانون، انا محتك بالمجتمع، لغايه ما طلعنا الاقتراح بقانون بالصوره اللي حضراتكم شفتوها او هشوفوها بعد كده. احنا في النهايه بنقول ان القانون متوازن، البنود بتاعته متوازنه، احنا عاملين للمدد الايجاريه السابقه على 61 مثلا، لان طبعا دي كانت ملاليم وحاجات قيمة قليلة جدا، فحط لها بنود معينة حضراتكم هتعرفوها، اللي بعد كده لغاية سنة 96 حاطين بنود تانية زودنا بقيمة معينة عشان نصل لشكل معتدل. يعني دكتورة مروة من الفيوم، أهلا وسهلا دكتورة مروة. أهلا وسهلا دكتورة مروة. سعادة المستشار تعليق على هذا الموضوع، وسعادتك ليك مؤلف قانوني بالضبط بالضبط. تمام. عايز برضو أدي مثال، احنا لما كنا بنحط بنود القانون ومواد القانون
كنا بنقول مقترح دوا. طيب انا لما اقول ان المتر في التجاري 25 جنيه يعني انا لو عندي محل 10 متر هيعمل كام؟ اه نضرب 10 في 25 اوضه يعني 3 في 3 او 3 في 3 ونص ب 10 متر يبقى هتعمل 250 جنيه. بناء معقوله جدا جدا. 250 النهارده ولا حاجه بالنسبه للتجاري يعني محل طبعا ولا حاجه. بالنسبه لل يعني ما رفعناش مثلا ال 100 جنيه خليناها 1000 جنيه لا ال 100 بقت 250 تمام في الاول وبتزيد بعد كده 20% او 25% بعد كده لما جينا نعمل السكني خدنا نماذج وطبقناها يعني مشينا مررنا القانون عليه وشفناها هتبقى صورتها ايه. مثلا انا لو عندي شقه مثلا في حي المطريه مش هقول حي جاردن سيتي ولا في منطقه عشوائيه او لكن حي وسط ولا حاجه زي كده زي زيتون او مطريه طب دي لو اوضتين تعمل كام؟ لانها في ضوء القانون المقترح الانتقالي بتاعنا هتعمل 300 جنيه شقه اوضتين 300 جنيه 300 جنيه في القانون الانتقالي وتزيد 25% لغاية ما تتحرر برضو معقولة جدا جدا. بالنسبة للمالك اللي كان بياخد 20 جنيه هياخد 300 جنيه. بالنسبة للمستأجر برضو ما جيناش عليه قوي لأنه لما 300 جنيه دي هو كان بيدفع قدها خدمات للبواب لنور السلم لمش عارف إيه بيدفع 300 و400 فلما يدفع للمالك الأولى ياخد 300 جنيه. طيب أستاذ محمد من القاهرة أهلا بيك يا أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. مساء الانوار. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. في البدايه احب اشكر ماجد بيه واشكر حضرتك على المناقشه في الموضوع الجميل ده اللي تعبنا وتعب جزء كبير من المصريين. كل حاجه لها حل ان شاء الله قريبا يا استاذ محمد باذن الله يا فندم. بس انا عايز اعرف يعني هو الظلم ده لحد امتى؟ يعني لما يكون عندي مثلا محل في شارع حيوي والمؤجر قال لي المحل مثلا بقاله اكتر من سنتين مش مستفاد بيه ولا انا مستفاد بيه ويجي مثلا عشان يخرج وعايز يتفاوض يقول انا عايز 300,000 جنيه. طيب هو خلال ال 30 سنه اللي قعدوا عندنا دول لما حسبناها المبلغ اللي هو دفعه اللي هو دفعت فلوس مع الايجار اللي هو دفعه تقريبا وصلوا مثلا لحوالي مثلا 9,000 جنيه 700. مأجر بكام يا استاذ محمد؟ 10,000. نعم؟ مأجر هو كام؟ هو بيدفع 98 جنيه المفروض يعني هو كان بادئ معانا مثلا من حوالي مثلا 14 جنيه. اه شكرا ليك يا استاذ محمد. هو طول ال 30 سنه طول ال 30 سنه كل اللي دفعه 10,000 جنيه بالظبط انتفع بيها. لا هو عايز 300,000 ولا مش 300,000 عايز 300,000 مع ان ال 10 دول مش دفعهم يعني استثمار دفعهم انتفع بيهم يعني ممكن يكون انتفع ب 300 تاني من ورا ال 10 دول لانه محل تجاري المفروض شغال وكمان عايز 300 تاني وهو طالع. طب انهي استثمار في الدنيا كده؟ يعني نرجو السادة القائمين على اتخاذ القرار رئيس الجمهورية رئيس البرلمان الموقر والمجالس النيابية كلها في مصر لازم يكون في وقفة وقفة صحيح. وقتها دلوقتي ما ينفعش تتأجل بأي حال من الأحوال. كلام مظبوط. ولذلك احنا عملنا مقترح قانون يطلع عليه واحنا نتقبل أي نقد نتقبل أي تعديل نتقبل أي مناقشة. أنا جاهز للمناقشة والدكتور حسين جاهز للمناقشة نتناقش في أي قانون في أي جهة سيادية أي جهة نيابية في القانون ده ونطرحه للمناقشة. طيب نروح احنا المنوفية يمكن كل الآراء من المحافظات متابعين مشاهدينا الكرام. استاذة منال من المنوفية أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك اتفضلي فندم. ممكن أعمل مداخلة؟ معانا على الهواء اتفضلي. أهلا بيك. احنا عندنا عمارة كلها مستأجرين قدام إيجاراتهم ضعيفة جدا 30 قرش و16 جنيه و17 جنيه وكلهم قافلين الشقق مش موجودين بقالهم سنين كتير. أيوة. يعني في اللي بقاله 17 سنه مش موجود في اللي بقاله توفى ومراته توفت وولاده اتجوزوا وبرده مش موجودين والشقه مقفوله وفي واحده توفت برده مع عندنا من 10 ايام وولادها متجوزين في اللي عايشه في السعوديه وفي اللي عايش في الاهليه وفي اللي عايش في القاهره. طيب وبرده الشقه مقفوله. تمام. واحنا مش مستمتعين بيها. ايجار كام يا استاذ منال قلت لي؟ في 2 جنيه و30 قرش وفي 16 جنيه. ايوه. وفي 17 جنيه. شكرا ليك يا استاذ منال. ده في المنوفيه 32 جنيه و30 قرش ده يبقى ساكن من 60 سنه يعني المبلغ بيقول كده مش اقل من 60 سنه طول ال 60 سنه ده هتلاقيه دفع ما يقرب من 4,000 جنيه طول ال 60 سنه حسابها تلاقيها كده يطلع بقى يقول هو انتوا نسيتوا المالك كان بياخد خلوه. طب بذمتك من 60 سنه كان في حد يعرف حاجه اسمها خلوه؟ لا طبعا. مش كانوا بيبخروا الشقق عشان تتاجر؟ وبعدين يطلع واحد تاني يقول
هو انت المالك ده كان لاقي يأجر الشقة يا سيدي، لما هو ما كانش لاقي يأجر الشقة وانت يعني عملت فيه معروف وتأجرتها، اذا انت ما دفعتش خلوه. يعني انا مش عارف هو دفع خلوه ولا كان بيبخر الشقة عشان يأجرها. أيوه. يعني انا نفسي نوقف وقفة حق وإنصاف قدام نفسنا. وقفة فيها شفافية. لا نظلم ده ولا نظلم ده. الشقة اللي تقعد طول العمر ما دفعش فيها 5-6 آلاف جنيه لما يجي ماشي، أنا رأيي مفروض يشكر المالك والدولة تعوض المالك عن هذا الظلم. طيب. ما تقولش علي متطرف في رأيي لأني أنا طبعا راجل حقوقي. بتوجعني قوي قوي وتستفزني حتة إهدار الحقوق. اسمح لي روح سوهاج دكتور ونرجع لسعادتك. أبانوب من أستاذ أبانوب من مرقص من سوهاج. أهلا وسهلا أستاذ أبانوب. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. بص يا فندم، انا عندي دكان معاد مفتوح والدكان ده المستاجر اجره من المواطن. ايوه. لما جيت انا اروح للمحل بتاع الدكان ما قدرناش نثبت اي حاجه لما الخبير هيطلع او كده. ايوه. ما قدرناش نثبت اي حاجه. جه قاعد في المحل وقال ان دول شغالين عندي وانا خسرت القضيه. استاذ ابانوب، المحل ايجاره امتى؟ يوم كام؟ يعني سنه كام؟ في 67. 67 المدة مكتوب فيها ايه؟ مشاهرة ولا مشاهرة؟ تمام. اشكرك استاذ امانو. خلص الصورة وصلت. لا لا موجودة. لا موجودة. موجودة. عملها كذا حد. دكتور عملها ايه؟ هو اتفضل دكتور حسن. بالنسبة للعقود القديمة، العقود حتى القديمة السابقة على العقود اللي هي مطبوعة بعد صدور القانون 4 لسنة 96 كلها كانت بتنص على أنه لا يجوز التأجير من الباطن مطلقا. طبعاً. وفي حال تأجيرها من الباطن من الباطن ويثبت ذلك ينفسخ العقد من تلقاء نفسه حتى دون الرجوع لغا. مع المشكلة هنا المشكلة المشكلة أن احنا بيحصل التفاف على القانون. يعني بيجي يقول له خلاص لا ده الناس شغالين عندي وقادي عقد عام. ده اللي بيحصل واقعا. عشان كده اللي احنا بنتكلم فيه ده كله بنقول ان احنا كده يعني آن الأوان لان احنا نترك انصاف الحلول ونتكلم في الحل اللي هو ممكن بقى يبقى حل حاسم للمشكلة. احنا بنتكلم في ان في حاجات معينة اخطاء من المستأجر يحاول يستغلها المالك. المستأجر برضه ليه المداخل بتاعته والمخارج بتاعته اللي بيعرف يخرج منها من الاشكالية دي. بيقول انا في عقد عمل بينه وبينه شغال عندي وهكذا، فما بيثبتش ان هو تحايل على القانون. عشان كده احنا بنصمم والمؤسسة مصممة ان احنا وصلنا لهذه المرحلة. المفروض ان احنا نترك انصاف الحلول ونحل حل جذري دائم. عشان كده دكتور ابراهيم في موضوع زي ده لو انحلت وتحررت عقود الايجار وجددنا العقود، هو المستأجر ده لو عنده استعداد يدفع ويشتغل ومحتاج المحل فعلا يدفع له ايجار ويشتغل، ايه المشكله؟ لكن هتلاقيه قافله من 30-40 سنه وسايبه كده. نيجي التجاري بالذات صعب يتشيل، لانه ممكن يعمل عقد مشاركه، انا مشارك فلان وهو سايبه لفلان ده خالص. الصيدليه اجيب دكتور مدير وياخد مرتب ويبقى هو اللي بيدفع يدينا 40,000 جنيه، ادي منهم المالك 100 جنيه اللي هو مالك الصيدليه او الوحده اللي فيها صيدليه. تمام. وفي نفس الوقت اللي موجود ده وانت مين؟ انا مدير، ده انا مترخص مدير، انا اللي بس سايب اسم الصيدليه مع ان هو بيدير كل حاجه. ساعتك تاني. اهلا وسهلا من بورسعيد معانا الاستاذه. اهلا وسهلا استاذ دعاء. اهلا وسهلا استاذ سعد. عليكم السلام. اهلا بيكي. لو سمحت يا استاذه انا دلوقتي كنت بشتغل. ايوه. والحمد لله كانت الظروف متيسره وكل حاجه. ها. بس انا والدي بقى لي وقت 7 شهور. ايوه. قعدت 4 سنين في حته في مرتاح اسمها المروه في شقه. ماشي. قعد الراجل المستاجر عطاني الشقه ب 1000 جنيه قعد يغلي لما وصلنا لايه؟ ل 2000 جنيه. وانا ساكنه الوقت في حته ثانيه في فاطمه الزهراء. طيب انت ايجار جديد كده؟ ايجار جديد. ايجار جديد. تمام. سؤالك ايه يا استاذ ضعيف؟ سؤالك سؤالي ان انا تعبت بحكايه الايجار وشد حاجه في بورسعيد الايجار. طبعا خلص الرساله وصلت ليكي مدام دعاء. شكرا ليكي يا فندم. تعالي سعد بشار. انا كنت لسه بتكلم مع صحفي في احد الجرايد الرسميه امبارح بس في النقطه دي. ايوه. بيقول لي انت شايف ان القانون ده او المقترح ده هيحل مشكله الايجار القديم؟ قلت له ده هيحل مشكله الاسكان في مصر. قال لي ازاي بقى؟ هو ده يشمل الايجار الجديد و 96؟ قلت له لا، انت لو حليت مشكله الايجار القديم مش هيبقى فيه مشكله اسكان في مصر.
مشكله الاسكان في مصر احنا ما عندناش ازمه اسكان ولا طول عمرنا كان عندنا مشكله ازمه اسكان، ولكن الامتداد والاغتصاب اللي تم لاملاك الغير هو اللي اوجدت مشكله زي دي. النهارده انا لما اجي احل مشكله الايجار القديم بموجب القانون ده هيتحرر عندي ما لا يقل عن 2 مليون 3 مليون واحدة سكنية. دول لما ينطرحوا للإيجار جنب الخمسة مليون المؤجرين أو الثلاثة مليون المؤجرين إيجار جديد، أنا زودت العدد للضعف على طول. أيوة أيوة مظبوط. الست اللي كانت ساكنة بألف جنيه وفضل يزود لما خله لها 2000 جنيه هيترجع تتأجر عند نفس الراجل ده بسبعمية جنيه بس، هيقول لها لا أنت ماضي على عقد أنت ملتزم أنا مش هقدر أرخص، سيبها وتروح نازلة واخدة الشقة اللي جنبها بسبعمية بس. ليه؟ العرض زاد، الطلب بيقل، القيمه الايجاريه بتنزل. خصوصا احنا الجهاز المركزي 10 مليون شقه مقفوله، وده قلت في اول الحلقه. احنا يا ابراهيم بيه طب. احنا 90 مليون يعني احنا ما يقرب من 20 مليون شقه تمام تسكن مصر كلها. صحيح. لو قلنا كل اسره 4-5 20 مليون شقه تسكن مصر كلها. صحيح صحيح. احنا عندنا كام 20 مليون؟ طب انا بعتذر لان معانا ضغط اتصالات طبعا شديد جدا، بعتذر ليكم، بس احنا طبعا كان يهمنا يعني ناخد كام محافظه. سعاده المستشار، رايك في اقتراح المقدم بقانون من الدكتور وليد خلف الله؟ وليد جاب الله. جاب الله وليد جاب الله. هو الحقيقه يعني الاقتراح المقدم هو يشكر ان الرجل اجتهد وحاول ان هو يطرح طرح كويس. اتفضل. لكن كنا نامل منه ان هو رجل نيابي وبيعبر عن، المفروض انه يعبر على الفكره، النائب مش بيعبر عن دائرته بس. أيوة. بيعبر عن مصر من اسكندريه لاسوان والاقاليم، لانه نائب الشعب. المفروض هو اسمه نائب برلمان للشعب كله. مزبوط. فكان يتوجب ان هو يعرف نبض الشارع، زي ما احنا في المؤسسه نزلنا لارض الواقع وشفنا بعينينا واحتكينا بالناس وبمشاكلهم. حضرتك شايف الاتصالات، احنا دي اتصالات عشوائيه. مزبوط. ما نعرفش حد منهم، محافظات مختلفه. أطلق. ولا رتبنا ولا نعرف مين اللي بيتصل اصلا، ولكن في وجع عند الناس وبيحاولوا يشتكوا. لو فتحنا الاتصالات 5-6 ساعات هتلاقي اتصالات متتاليه مش هتبطل. احنا نزلنا للناس في الشارع وعرفنا مشاكلهم ايه وعرفنا المشكله من جذورها. عشان كده انا كنت بامل من الدكتور وليد ان هو يكون منصف في الرؤيه وفي الطرح اللي هو طرحه. رجل نيابي، المفروض انك انت بتنوب عن الشعب كله مش دايرتك بس. تمام. كان يتوجب عليك انك انت تعمل دراسة وافية للموضوع، كان يتوجب انك انت تعمل مقترح تراعي فيه طرفي العلاقة. لكن انا اللي انا شايفه في المقترح اللي مقدم من الدكتور وليد انه مقترح برضو ما يحلش المشكلة من جذورها، بل بالعكس قد يعقدها. يعني احنا عندنا بدأ المشرع يتنبه اخيرا، واحنا الكلام ده كتبناه في الكتاب اللي صدر عن المؤسسة. تمام. وقلنا ان القانون ده القانون السيء السمعة ده مر بمراحل متعددة. تمام. لغاية ما المشرع تنبه مؤخرا وبدأ يعدل المسار الى حد ما في مصلحة الملك، الى حد ما وفي حدود ضيقة. يعني هو بدأ يوقف الجور على المالك بالظبط، لكن ما رجعش. لكن المشروع المقدم من الدكتور وليد ده للأسف بيرجعنا تاني لنقطة الصفر. يعني لما يكون المشرع بيقول الامتداد لعقد الإيجار لمرة واحدة، يعني الأب توفى انتقل لابنه خلاص الأمر انتهى. تمام. توفى الابن خلاص ما ينتقلش مرة تانية. لما يجي هو يقول ان المقترح بتاعه ان يمتد عقد الإيجار قد يصل الى 50 سنة بعد ده 50 سنة 3-4 أجيال، يبقى احنا كده رجعنا للوراء مرة تانية. تمام. ورجعنا لنقطة صفر مرة تانية. لا هو مقترح. مقترح استاذ عمرو بقيارة. اهلا بيك استاذ عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. الو، اتفضل يا فندم سريعا بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. بعد اذن، والله انا كان عندي شقتين في المعادي، واحده متاجره ب 15 جنيه واحده متاجره ب 50 جنيه. ايوه. وده يعني قانون ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد وضد الشريعه. طيب. يعني حتى كل حضرات المشايخ قالوا ان هذا القانون ضد الشريعه. طيب، يعني رسالتك بترسلها دلوقتي يا استاذ عمرو تحديدا للبرلمان المصري، ماذا تقول في رساله سريعه للبرلمان واعضاء البرلمان، ماذا تقول لهم دلوقتي حضرتك؟ احنا بنقول للبرلمان المصري حضرتك مستنيين ايه عشان تحرروا العلاقه ما بين المؤجر والمستاجر؟ شكرا ليك يا استاذ عمرو. احنا عاوزين دلوقتي الحل. شكرا، عاوزين الحل، وهو ده الرساله وبنرسلها لسعاده المستشار. بمناسبه هو بيخاطب هنا رجال الدين. أنا عايز أتوقف شوية عند رجال الدين. إحنا سمعنا الدكتور أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، سمعنا البابا شنودة، سمعنا دار الإفتاء في أكثر من تصريح. صحيح. سمعنا وزير الأوقاف
واتكلم عن مال الوقف اللي هو اصلا مال الغلابه، مش ملايين، مليارات متجمده لانها مؤجره للانتفاع لكبار رجال الاعمال وكبار رجال الدوله. وكانه كان بيشتكي بالمناسبه يعني الدكتور في البرلمان، لسه في البرلمان كانه كان بيشتكي بيقول احنا يعني في حجر عثره يا فندم، ده هو قانون الايجار القديم، ده حاجه صعبه جدا كده. طب يعني نشتكي لمين؟ قال حاجه صعبه جدا، قال العائد اللي بيجي لي كايجارات اقل بكتير من مصاريف تحصيله. مزبوط. انا عشان اروح احصل 10 جنيه بكون صرفت 20، فما بحصلش. لمصلحه مين ده كله؟ علشان بعض المنتفعين الغير محتاجين. ما نحرر كله ونشوف المحتاج ده والدوله تكفله بمنتهى البساطه. احنا دوله كبيره، دوله كبيره ودوله متماسكه. احنا يعني مش هنقدر كدوله نكفل مستاجر فقير ولا ارمله ولا حاجه. اللي بيتكلموا باسم المحتاجين دول هم كبار رجال الاعمال. تمام. انا عاوز كتاب من سعادتكم مع سعاده المستشار دكتور حسين حموده وسعاده المستشار ماجد صلاح على مقترح القانون اللي بتقدمه لانتقال الايجارات القديمه، بتقدمه المؤسسه القوميه لحقوق الانسان، وده هيروح للبرلمان سعاده المستشار. لا هو راح بالفعل. راح بالفعل. تمام تمام دكتور. لا هو المقترح بس يعني انا يعني اوضح الامور بشكل اكبر. سياده المستشار ماجد صلاح هو فعلا توجه للجهات المعنية بقنوات اتصال موجودة بين المؤسسة، لأن المؤسسة لها ثقلها. والحمد لله صوتها مسموع لأنها مؤسسة وطنية. فتقدم بقنوات مشروعة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، رئاسة مجلس الوزراء والمجالس النيابية، يعني المقترح بقانون المحكمة الدستورية العليا. يعني المقترح بقانون موجود في الجهات المعنية حاليا بيدرس علشان يصاغ بعد كده الصياغة اللي هي المناسبة والنهائية وعشان يطرح في مجلس الشعب. احنا بنأمل في الفترة القادمة المشروع او الاقتراح بقانون ده يعني خد جهد كبير من المؤسسة، اتشاورنا فيه مرات عديدة، غيرنا وعدلنا فيه بما يتناسب مع الوضع القائم. كنا عمليين اكتر، مش يعني انا يمكن راجل اكاديمي وقانوني فقط، كنت بلجأ لسيادة المستشار ماجد، يمكن نتصل ببعض يمكن في اوقات متأخرة وبدري عشان نعرف جزئية معينة مناسبة للمجتمع ولا لا، عشان في النهاية المقترح بقانون ده لما يصدق عليه في المجلس النيابي وبعد كده يصدق عليه من رئاسة الجمهورية ويطرح للعمل به، طبعا ليها مراحل معينة بتكلم فيها بعد كده مش هيتسع المقام لسردها، عشان يعمل بهذا القانون يبقى القانون ده ما فيهش نقاط يدخل منها حد مرة تانية من طرق خلفية ونلاقي ان القانون فيه عور. القوانين انا رأيي الشخصي فيها ان لو اتأخرنا في اصدار القانون بعض الشيء افضل من ان احنا نصدر قانون ركيك الصياغة المعاني بتاعته قد تحتمل اكتر من معنى. يعني يعني انا اقول لسعادتك مثلا على حاجة معينة، لو المشرح حط كلمة مثلا، انا بقول لحضرتك ان حرف واحد ممكن اكمل حرف واحد وارد ان هو يفرق معانا كتير جدا. لو قلنا مثلا لمده تاليه تنتهي بحرف التاء المربوطه، لو شلنا التاء المربوطه وحطينا دال مكانها لمده تاليه فتح. تمام. يعني عشان تعرفوا ان حرف واحد ممكن يفرق. تمام تمام. طبعا كده مشاهدينا الكرام، اعتقد الرسائل اللي قالها سعاده المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسه القوميه لحقوق الانسان كان مفاجاه ليا بالمناسبه، يعني ان يكون مش هيتم ارسال هذا المقترح، لا ده تم بالفعل، لا بالفعل تم ارساله بشكل رسمي لجهات لكل الجهات السياديه في الدوله، رئيس الجمهوريه، رئيس البرلمان المصري، رئيس مجلس الشيوخ، المحكمه الدستوريه، رئيس مجلس الوزراء. وطبعا دي رساله مره ثانيه للبرلمان المصري باسمكم، اتقدم بخالص شكر وتقدير للسيد محترم سعاده المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسه القوميه لحقوق الانسان، نورتنا وشرفتنا سعاده المستشار. وشكرا لجهود سعادتك الحقيقه، وانا قلت في بدايه الحلقه من اسوان الاسكندريه كل المشاكل بتحل، وكل اللي اتصلوا بينا هنعيدهم بنتصل بيهم بعد هوا باذن الله، بعتذر للناس اللي ما اتصلوش بينا. شكرا مره ثانيه للسيد محترم المستشار دكتور حسين حموده المحامي بالنقد والاداريه والدستوريه، شكرا جزيلا سعاده المستشار. انا اللي شاكر فضل حضرتك. وطبعا في حقوق مشروعه في نهايه هذه الحلقه، لا اتمنى كمواطن الا ان تحل هذه المشكله، ولن تحل هذه المشكله الا بقانون صريح يحل الازمه بين المالك والمستأجر، لأننا كلنا في مركبة واحدة. أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. هذه تحياتي إبراهيم التحيوي، شكرا لكم وإلى اللقاء.